علينا أن نموت. حط رأسك من الصوت. هنا أشبه بالستوديو ممثل، نحاول من خلاله أن نعطيهم دروس في الصوت والإلقاء وفي البودي تكنيك في الرياضة المسرحية، وكذلك نعطيهم أيضا تمارين في التعبير وتاريخ المسرح وإنشاء جيل من المسرحيين الشباب. وكنا نركز على المواهب، هاي المواهب كنا ولازلنا ندعمها بمنهاج علمي حتى لا تسبب في نشر الروائح الكريهة. جاي نتعلم الجذور الأساسية لتكوين ممثل واعد، يعني يخدم خصوصا يخدم محافظة العراق يعني البصرة.